ديال النقاش اليومي عند المواطن المغربي وكتبان لنا في المعيشه اليوميه. حنا على مرور اسبوع من اليوم العالمي للمهاجر اللي كيصادف المطار بن عمير، وبهذه المناسبه جمعيه قرار الحياه وقفت على الظاهره ديال الهجره السريه اللي ازدادت هذه السنوات الاخيره، هذه السنتين الاخيرتين، خاصة من دول الجنوب أو دول اللي كتعيش بواحد التوتر حاليا على العراق، على اليمن، على سوريا، على أفغانستان، اتجاه الدول الأوروبية أو اتجاه الدول الأوروبية أو خاصة الدول الغنية، والأسباب أسباب متعددة. أولا كاينة الأزمات الاقتصادية، كاينة التغيرات المناخية، وكاينة الحروب، هذه الأسباب خلت دفعت واحد المجموعه من الالاف ديال النازحين والمهجرين واللاجئين انهم يقلبوا على امكنه، على مناطق امنه، من المناطق التي توفر فيها الامن والامان والعيش افضل. لاحظنا على المستوى الدولي، وخاصه على مستوى البحر الابيض المتوسط، كاين وقع تراجع ديال النسبه ديال المهاجرين غير المغاربيين من الحدود الشرقية ديال أوروبا، وخاصة من تركيا من في اتجاه دول البلقان واليونان، من ثم من الدول الغربية تاع أوروبا. وهذا هذا بسبب توقيع اتحاد أوروبي السنة الماضية اتفاق مع الدولة التركية مقابل 3 مليار دولار. وحنا كنذكروا جميع الصورة المأساوية اللي جرت في وسائل الإعلام ديال ديك الطفل الكردي اللي سيبت في أمواج البحر واحد الشاطئ اللي هو المهم في الدولة ديال تركيا. على مستوى كاينة منظمة دولية ديال الهجرة سجلت تقريبا ما يفوق 2500 ضحية أي قتيل خلال عملية العبور من دول ديال البحر المتوسط من الشمال من الجنوب إلى الشمال. الهجرة من دول البلقان خاصة ما يقولوا البلقان يقولوا يوغوسلافيا يقولوا كرواتيا بمعنى الدول ديال اوروبا الشرقيه ديال التحديات السابقه، و النسبه ديال الهجره كذلك انخفضت فيها على مستوى الحدود ديال هنغاريا وديال كرواتيا وديال بلغاريا وحتى ديال اليونان. هناك عده ملاجئ غير انسانيه اللي كيعيشوا فيها المهجرين الافغان والافارقه وحتى المغاربه وحتى كيقولوا السوريين اللي كيعيشوا ظروف غير انسانيه، خاصه في الملجأ ديال ليسبوس في اليونان وفي الملجأ ديال موريا في دولة اليمن. على المستوى الإفريقي، كنسجلوا أن ليبيا كانت بين المناطق أكثر امتلاك ديال قوارب ديال الهجرة السرية من الشواطئ ديالها، وهذه اللي كانت تعرف على المستوى الدولي، وخاصة الفضيحة الأخيرة اللي فتحتها شركة التائقين اللي كيبين تجارة الريح ووضعية المهاجرين أفارقة سوق النخاسة في مراكز الاحتجاج اللي هي عبارة عن سجون لا إنسانية، وهذا كيجي واحد اللي سيطر عليها ميليشيات مسلحة واللي كدير عليها الملايين والملايير ديال الدولارات في إطار واحد الوضعية اللي هي هنا اللي يسجل فيها المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة المنظمة العامة الدولية الأخيرة، التقرير الأخير سجلت أنه كاين تواطؤ غير مباشر ديال الدول ديال الاتحاد الأوروبي مع هذه الميليشيات ومع هذه المافيا داخل ليبيا، وبالتالي حتى مع الطبقة الأخرى في خمس سواحل ليبيا، حتى هي متواطئة مع الشركات التجهيز السري خاصة في منطقة صبراطة ليبيا. على مستوى السياسه الاوروبيه ديالها شنو الملاحظ فيها؟ الملاحظ فيها انها سياسه غير منسجمه، غير موحده، غير ما عندهاش رؤيه موحده. المشترك بين هذه السياسه هذه هو المعالجه الامنيه والاستخباراتيه ديال ميناء بيدرا، خاصه خلال وضع واحد النظام معلوماتي بيومتري اللي كيجمع المعطيات الشخصيه ديال الاشخاص من اشخاص المتنقلين عبر حدود اوروبا. وبالتالي اوروبا كتحاول دائما انها تقلل موضوع الهجره مع اوروبا ومع الدول المصدره بواحد الفتر، واحد المساعده اللي هي ضئيله ولا ما كتجاوبش. وحنا كنعتبروا بانه القضيه ديال التنميه هي قضيه مرتبطه بالديمقراطيه.
افريقيا ما تحتاجش المساعده اللي كان فيها عندها تراوح على كذا، لا نظام ديمقراطي اللي ممكن تكون ويكون كانت العداله الاجتماعيه واحترام الحقوق، ما تحتاجش الفوتات، ما تحتاجش العمليه الاحترافيه اللي تكون تعرف والاجتهاد الوطني المتواضع ومساهم واحد في المسرح الاجتماعي وخاصه في الدعم ديالها في الانظمه الدكتاتوريه ديالها والحمايه ديالها، وبالتالي ملاذ ديال الجنه التغيبيه من هؤلاء الحكام المستبدين. على مستوى المغرب، على مستوى المغرب لاحظنا انه خلال السنه هذه كان واحد التجاوز كبير ديال انطلاق قرارات الجنراليه انه المنطقه حكام المغرب خاصه بفعل حاك، وبالتالي حتى مستوى حتى مجموعه الشرطيع ديال المغرب خاصة مثلا تطوان، طنجة، الحشيمه، العريش، القنيطره، والعريش بشكل اخر قياسي في السنة هذه، المنطلق الرحلة ديالهم نقط مختلفة من الشواطئ اللي داخلين عليه باش كيفلتوا المراقبة الأمنية. وانتم بالتالي انتم تكتب عملية مستمرة رغم شرح الحياة الجوية، رغم هي الأداء، انتم شفتوا البارح كذلك أنه تم إدخال طالبين في الجنرال سيريا.